الحين انا ماني بقايل لكم، انا ما بعلمكم. الفلوس اللي دفعتوها على التيف واللي مسوينه ذا كان خليته في عمل خير، تصدقت سويت اشياء يمكن الله يرحمك المباراه هذه وتيسر معك، لانك ما التيف ما راح يسوي معك شيء، تخسر تتقدم بتسجل وتضغط بتسوي كل شيء في كره القدم تخسر، يفوز عليك. هذا نادي كذا، هو خلق كذا، شطر هو زباش، شطر ثاني دخل قلب المباراه خلاص انت المباراه، بس راح ينامون الحين راح ينامون. لودي تغير مستواه، هذا مو طبيعي، تغير مستوى لودي هذا مو طبيعي. يعني راح للبرازيل وتك مع الظاهره وحبحب رجلينه وتغير مستوى، صارت اشياء كثير. الله يعين اي اهلاوي. ارد لك تيفو، حط لي جوكر مدري. يلا الاهلي يخسر من الهلال، عفوا التحكيم، نعم الاهلي خسر من التحكيم بشكل كامل، مسرحيه تحكيميه. متروفيتش صاحب الهدفين في هذه اللقطه ما اخذ اي شيء، ما فيها كرت احمر، علما بانه نفس هذه اللقطه تكررت في مباراه كاس السوبر للنصر قدام التعاون وانطرد فيها بروزوفيتش، بس لا متروفيتش كان في هذه اللقطه مظلوم، واللي كان يستحق الطرد علي مجرشي، ولو الله يسامحكم ظلمتم متروفيتش يا عالم. هذا غير طبعا كروت نيفيز الصفراء اللي المفروض تنعطى من الشوط الاول، يعني طبيعي اني اشوف الهلال قدم علي ويهزمني، وما جيتكم طبعا في اللحظه اللي صارت في اللحظات الاخيره على الاهلي وعلى علي بدرشي. يا عالم انا ودي افهم وش المبرر اللي يمنع الاهلي من الحصول على البلنتي في هذه اللحظه. لودي داعس على مجرشي بالمعنى الحرفي، لكن زي ما قلت لكم الاهلي خسر من التحكيم بالمعنى الحرفي، ويعني انا متاكد ان حتى الهلاليين مش مبسوطين لانهم عارفين هذا الفوز هم ما يستحقونه، الاهلي كان افضل منهم، بس الاهلي انظلم في هذه المباراه بشكل كامل من التحكيم. ختاما شكرا عبد الرحمن الصانبي، قدمت مباراة كبيرة، ما راح انسى لك ابدا الشيء اللي سويته في هالمباراة. افتقد مندي نعم، ولكن انت قدمت ليلة كبيرة، تمنيت رياض محرز ياخذ شوي من الروح اللي قدمتها في الملعب ويظهر فيها اليوم، لان محرز خذلنا كثيرا. بعيدا عن موضوع التحكيم، محرز ولا شيء ايجابي له في هذه المباراة، وانا عندي مقطع كامل راح اوريكم كمية السلبيات اللي حضرت من محرز اللي توقعت انه يكون رجل هذه الليلة، لكن للاسف خذلني خذلان كامل. تبغى تتابع جميع المباريات على اس تي في مكانك الامثل بجوده 4K وعنده ضمان ذهبي بمعجبك اشترك بدك ترجع في اي وقت، الله يعوضكم يا ملوك. تحكيم محرز توني وعدد من اللاعبين خذلونا، صلوا على النبي. تم تاديب المراهق ركون الفراوله اليوم، بس اليوم ركون الفراوله مشاكس وقليل ادب شوي، يسكت جمهور الهلال لا 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 كذا، لازم تبلع على اذنك. على السريع مروقين وفايزين ومبسوطين، اضافه يا حبيبي نبي ندخل 300 الف قريب، لا اوصيكم مباراه فيها سيناريو رهيب، سيناريو عجيب، سيناريو غريب. ادري انك تتساءل عزيزي الاهلاوي كيف نعاد البلنتي، اوريك الان هذه حتى الاعمى يدري ان الحرس متقدم، فعشان كذا عاد البلنتي. فلا رجاء رجاء لا تحط التحكيم شماعه. وبالمناسبه ذا مو بلودي مالتنا يا جماعه الخير، يا جماعه الخير ما شاء الله تبارك الرحمن، لودي مو بلود، انا اتوقع عنده توأم، اللي كان معنا توأمه الموسم اللي راح، مو طبيعي ذا ذا مو بلودي مالتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. مباراه كبيره اللودي، مبروكين مبروكين والله العظيم تستاهلون. الف مبروك لكل هلالي عاقل، هارد لك لكل مشجع اهلاوي، انا اعتذر لجمهور الاهلي على التوقع الخاطئ، واوعدكم ان شاء الله اني اعوضكم في التوقعات القادمه. كان ودنا والله يفوز الاهلي، لكن الهلال اليوم ظهر بقوته. الشوط الاول الاهلي قدم مباراه كبيره، الشوط الثاني الهلال اختلف تماما مع جيسوس، فالهلال قوي جدا واحنا عارفين الكلام هذا. مبروك لكل هلالي عاقل، تستاهلون، الهلال كان يستحق المباراه بكل امانه وصراحه. مبروك لكل هلالي عاقل، وسامحونا يا جمهور الاهلي في الجايات. الشوط الاول الاهلي كان جدا قوي جدا جبار، لكن الشوط الثاني ماش اختفى الاهلي اختفاء تام، جيسوس سوى حركته. معليش مباراه كانت حلوه، مباراه ممتعه، واخوان وجمهور الهلال في مباراتكم القادمه في كاس اسيا ان شاء الله راح اكون معاكم وادعمكم قلبا وقالبا. امنياتنا كانت للاهلي، لكن ايش نسوي، حصل ما حصل، وهذه في النهايه كره قدم. الفايز نقول له مبروك، والمهزوم نقول له هارد لك، نبقى اخوان وحبايب. مبروكين مبروكين، هلالكم لا يقهر، هلالكم مخيف، هلالكم مخيف صراحة، نادي حقيقة. الهلال ينتصر على الأهلي 2-1 يا جماعة في مباراة كبيرة بين الطرفين. شكرا للأهلي، شكرا للهلال، لكن الهلال يا جماعة الخير خلونا واقعين، هذا النادي خلص لك مباراة مو بتسعين دقيقة لا ولا 80 ولا 70، 45 دقيقة شوط واحد بس، يا شوط الأول يا شوط الثاني. إذا شفت نفسك الشوط الأول مسيطر اعرف أن الشوط الثاني بتخسر. هذا هو الهلال هذا الموسم، كل أمانة مع المدرب جيسوس والمهاجم متروفيتش يا جماعة.
الهلال انتصر يا جماعة، وفي كلام طالع ان الهلال فاز من اخطاء البلنتي مو بلنتي والحارس صدها. لا يا جماعة الخير، الكرة واضحة ان الحارس متقدم وهدف الهلال او اعادته بلنتي صحيح، وهدف الهلال الثاني صحيح، ما في اي شيء يتم انك تشكك فيه. لكن يا جماعة الخير انا مستغرب من النادي الاهلي، دائما قدام الهلال اخر الدقائق يخسر، دائما قدام الهلال نفس هذا المود، خسر الموسم الماضي الدور الثاني، وخسر الحين في السوبر، والحين في الدوري الدور الاول، كلها تقريبا اخر 20 دقيقه ينهار الاهلي امام الهلال، وهذه اكيد انها شيء سلبي، والمدرب ما يعرف يقرا مباريات الهلال، ونفس الهلال المدرب مع جسوس وغيره من اللعيبه. وطبعا الحين نقول لكم ان الاهلي ودع رسميا الدوري السعودي اول منافس على الدوري، بكل ما نتكلم خساره من الفتح، خساره من القادسيه، واليوم خساره من الهلال في اول 6 جولات، فهذا شيء سلبي، واكيد اي نادي يدخل في هذا الشيء يعرف انه ما راح يحقق دوري في اول 6 جولات، تخسر او تتعادل مباريات كثيره، صراحه واضح ان الاهلي ما راح ينافس هذا الموسم على الدوري. طبعا الف مبروك الهلال، هارد لك نادي رسميا. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، هذا الأهلي من يوم عرفناه يخسر بثنائية أمام ويدخل مهددا رسميا بالهبوط للمرة الثانية في التاريخ. قبل أن نتكلم عن مباراة الأهلي والهلال، ألف ألف شكر لحارس الأهلي عبد الرحمن الصايبي اللي كان حتى لو دوري المحترفين ما أعطوه اليوم أفضلية لاعب المباراة، أنا أعطيه من عندي إنه جائزة أفضل لاعب، أنقذ 4 أهداف وصد البلنتي حتى لو كان متكد. وإنصافا للحق، وعشان أقول كلمة الحق، الحارس تقدم وإعادة ركلة الجزاء سليمة، وفي بلنتي للأهلي في شك يا أخوة، ما ننتظر الفوضى وسمير عثمان، ولكن هناك في شك. الهلال يؤمن صدارته قبل التوقف بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، لسه إحنا في الجولة 6، مباراة كانت حلوة، المبروك الجمهور والسيد البيتروفيتش يحلق في الصدارة، مبروك.